فيها، بس انا اقول لك بقى بتراها تانية عشان تعرفيها. اهاتي بقى حلو. هو اسمه اولا اسمه سيدنا ادم، ماشي. بص يا ستي، حواء، ماشي. زمان خالص ربنا لما كنت بيبي خالص، مش لما كنت بيبي، لما الناس لسه ما كانش في ناس خالص وفي الشارع فاضي، كانش في شوارع اصلا، كان الدنيا فاضيه خالص، ماشي. زمان خالص خالص ربنا خلق سيدنا ادم. سيبك من سيدنا اسماعيل دلوقتي، ركزي معايا. طيب ربنا خلق مين؟ سيدنا ادم. خلقه فين؟ هنا. هناك فين وهنا فين؟ في السماء، في الجنة، في الجنة، ماشي. كان قاعد لوحده سيدنا ادم، صح؟ لسه ما حدش بقى اتخلق. مفيش اي حد اتخلق، كان قاعد مع الملائكة بس. ملائكة حبيبتي في الجنة، ماشي. وربنا وربنا لا، ما فيش حد بينسى ربنا. ربنا بقى راح خالق له سيدتنا حواء. حواء اتجوزها. عشان يتجوزها. كان عايشين فين؟ في الجنة. في الجنة بقى في حاجات كتير حلوة. حاجات كتير، وما تقربش من الشجرة. وقال له ما تقربش من الشجرة اللي فيها التفاحة. ما عشان يسمع بقى، يشوفه هيسمع كلامه ولا لا. خلاص. في بقى الشيطان ما كانش بيخش الكنة، الشيطان كان بره في الدار. يعني ربنا خلق الدار عشان لو حد ما سمعش كلامي يخش في النار. بس احنا هنسمع الكلام ونخش الكنة ان شاء الله. بص احنا وصلنا لايه بقى؟ ربنا قال له ما تاكلش من ايه، ما تقربش من الشطره دي. خالص. الشيطان بقى راح دخل لمين؟ في الجنه. وقال لستنا حواء بقى ايه، ومش معنى ما بتاكلش من الشطره دي، يمكن لما ياكل من الشطره دي حاجه حلوه، مش حاجه وحشه. وقال له بقى، قال لسيدنا ادم كده. بابا ايه؟ هو الدبان ولا الشيطان؟ دبان. اصلا كل شيء دبانه بتيجي تصوصو لي في ودني بعمل لها كده. بتصوصو لك ولا بتوسوس لك؟ بتوسوس لي بعمل لها كده. الدبانه؟ لا دي بتزن يا حبيبتي. بتزن في ودني. بتزن في ودني. ركزي معايا، سيبك من الدبانه. بصي بقى. الشيطان قال له ايه؟ كل من الشطره دي. ربنا قال له ما تاكلش منها. هو ما سمعش الكلام. ما سمعش كلام ربنا؟ واحوالي الايه؟ التفاحه. ربنا بقى ايه؟ قال له ايه؟ اطلع من ايه؟ الجنه. من الجنه. وانزل على ايه؟ على الارض. قال له عيش بقى في الارض. الارض دي اللي احنا عايشين عليها. لا هو كان فوق في الجنه. ماشي؟ نزل بقى على الارض، عمل بقى ايه؟ بيت، واتجوز سيدنا حواء، وخلفوا لنا ناس، وخلفوا بنات واولاد. وعاشوا في نبات عاشوا في نبات وثبات. مش عارف والله ايه. ماشي خلاص، نزلوا على الارض وعاشوا بقى وخلفوا. لا ما طلعوش بقى، عاشوا على الارض. هما ماتوا، صح؟ هما ماتوا، لما ماتوا طلعوا خلاص وخلفوا ناس. ما مش عايشين دلوقتي، هما ماتوا. بس يبقى مين بقى الاب والام بتوع الناس دي كلها؟ مين اول اب وام؟ مين؟ حواء. ماشي. توسع اسمه ايه؟ بقالنا ساعة بنحكي قصة سيدنا مين؟ ايه بقى؟ قلت لك سيبي من اسماعيل. ايه ده؟